أهلا وسهلا بالجميع. وأنا سعيدة زي ما حكيت مرة ثانية أني أنا بدي أعطي اليوم محاضرة عن عصور ما قبل التاريخ في الأردن. فهي مش بس تراث أردني ولكنها تراث عالمي أيضا، وتتحدث عن الإنسان وتاريخه منذ تواجده على الكرة الأرضية. كثير من المواقع التي سأتحدث عنها اليوم فيها اكتشافات علمية نوعية على مستوى العالم، وهي في أمانتنا بالأردن، ويجب أن نحافظ عليها. وهذا التاريخ العميق يثبت أن يعني جذورنا يثبت جذورنا في الأردن، ويشعرنا بأن بلدنا تحتضن الحضارات منذ القدم. يبلغ عدد المواقع الأثرية حسب المسوحات التي أجريت في الأردن وحسب دائرة الآثار العامة إلى حوالي 100,000 موقع، إلا أنه على الأقل 60% من هذه المواقع هي مواقع عصور ما قبل التاريخ. فمن الأولى لنا أن نتعرف عليها وأن نرى كيف من سكن هذه الفترات الزمنية في الأردن. شوفي عنا إحنا يعني أنا رح أحكي خلال المحاضرة بشكل مش راح أقرأ، يعني راح أشرح مباشرة على هذه المواقع. بهاي المحاضرة سألقي أو سنتعرف على حوالي 40 موقع، لذلك من الصعب أني أحكي عن كل موقع بكل تفاصيله، إلا أني سأعطي بشكل عام معلومات رئيسية عن كل فترة زمنية من الفترات الموجودة عفوا بالأردن. وكذلك يعني وأنا بحكي عن المواقع هاي رح أحكي أهم الأشياء التي ظهرت في كل موقع من هذه المواقع، حتى نستطيع أنه إحنا ما نتجاوز الوقت المطلوب أنه ننهي المحاضرة فيه ولضيق الوقت. كذلك يعني سيقوم المركز الأمريكي مشكوراً بوضع روابط لكل موقع من المواقع التي سيتم ذكرها في هذه المحاضرة على الموقع المركز، وهذا يعني سيساعد كثيراً في التعرف لمن يرغب على أن يتعرف أكثر على أي موقع من المواقع التي سيتم ذكرها. كذلك بعتذر أني لا أستطيع أني أضع أسماء كل من شارك في هاي المشاريع وهذه المواقع، يعني أنا وضعت أسماء يعني مدراء المشاريع، لكن بعرف أنه الجميع كان له باع طويل ومشاركة طويلة في هذه المشاريع إلا أني لا أستطيع أن أقوم بأكثر من ذلك في هذه المحاضرة القصيرة. نبدأ إحنا بداية حتى نضع إطار عام لهذه الفترة المواقع الأثرية اللي بدنا نحكي عنها، لازم نحكي عن التأريخ الزمني لهذه المواقع. فإحنا عنا بالأردن الفترات الزمنية التي مرت على الأردن تبدأ من حوالي 1.5 مليون إلى 1.5 مليون، وهي مرحلة الأولد فاي، وهذه رح نحكي عنها لاحقاً لأنه هاي أحد الاكتشافات المهمة بالأردن. بيأتي بعد ذلك العصر الحجري القديم الأدنى، وهذا يقع ما بين الفترة 1.5 مليون إلى 100,000 عام، ويليه العصر الحجري القديم المتوسط وهو يقع ما بين 100,000 تقريبا إلى 40,000 عام قبل الميلاد، وكذلك يليه بعد ذلك العصر الحجري القديم الأعلى الذي يقع في الفترة حوالي 40,000 إلى 20,000، ثم يليه بعد ذلك العصر الحجري القديم الأوسط أو ما يطلق عليه بكثير، يعني إحنا نطلق عليه كثير المرحلة الانتقالية أو الإبيباليوليثيك، وهذا يقع ما بين حوالي الفترة 17,000 أو 20,000 عفوا هاي في خطأ فيها، من 20,000 إلى حوالي 8,500 قبل الميلاد. بعدين
بيجي عندنا هاي مقسمة إلى عدة مراحل، فترة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة، ثم يليها بعد ذلك العصر الحجري الحديث الذي يقع ما بين الفترة 8500 قبل الميلاد إلى حوالي 4500 قبل الميلاد. هاي بس خارطة عامة تفرجي الأردن، تفرجي فيها المواقع التي موجود فيها الفترات العصور الحجرية القديمة في الأردن، خاصة فترة العصر الحجري القديم ما قبل العصر الحجري القديم الأدنى. يعني اعذروني راح أمشي شوي سريع بالهاي عشان ألحق الوقت. يعني عنا أول المواقع اللي لازم نحكي عنه هو موقع دوغرة الذي يقع في وادي الزرقاء في شمال الأردن. وهذا الموقع أهميته بأنه تم العثور فيه مؤخراً على طبقة تعود إلى 2.5 مليون قبل الميلاد، وهذا يعتبر من أقدم المواقع في آسيا. يعني عالميا هو يعتبر من أهم المواقع ومن أقدمها في آسيا، اللي هي الفترة الأولد فاي، لأنه كانت الأولد فاي دائما معروفة أنها موجودة فقط في أفريقيا، ثم بعد ذلك ظهر في عندنا في الصين في حوالي 2.1 مليون بالمنطقة آسيا. ثم عندنا بالأردن طلعت عندنا الفترة بحوالي 2.5 مليون، وهي غيرت كثير من المعلومات اللي عند كثير من الناس، وتبين أن الأردن بوابة كانت ما بين أفريقيا والعالم في هذه الفترة. هاي خارطة بتبين اللي هي التواريخ اللي موجود فيها، أغلبها كانت بأفريقيا اللي هي الفترات الأقدم. اللون الأحمر اللي هي بتبين اللي هو الموقع اللي عثر عليه بالزرقاء، واللي عثر عليه فريق برازيلي. أنا مش راح أذكر كمان أسماء كثير للأشخاص بصراحة، لأنه يعني اعذروني جدا لهذا، لأنه عمالي في عندي كثير مواقع بدي أمشي فيها. فشكراً لكل من اشتغل في هذه المواقع. كمان عندنا في نفس الموقع تم العثور على أضراس أو أسنان للماموث، الحيوان الماموث. وحيوان الماموث هذا من الحيوانات التي تتواجد في فترة العصور الجليدية. يعني هاي الفترة هي بداية البلايستوسين، أو فترة اللي ظهور اللي موجود فيها هاي الحيوان. وحيوان الماموث من الحيوانات المنقرضة اللي لم تعد موجودة في وقتنا الحاضر. كذلك ظهر عنا في نفس الموقع عظام حيوانية أو فونا لحيوانات أخرى أيضا كانت تعيش في العصور الجليدية، مثل اللي هو نوع من أنواع ثيران اللي هو البوس، وكذلك عندنا أنواع اللي هو نوع من أنواع الخيول القديمة اللي كثير منها انقرض في الوقت الحاضر، ولكن عظامها أو في عندنا تم العثور على هذه العظام في الموقع. بس أنا بحب أنوه كمان أني أنا كاتبة أسماء كل من بحث في جميع المواقع على كل سلايد، يعني كل سلايدات مبين عليها من اشتغل على مين الذي عمل في كل من المواقع اللي موجودة. هلأ بدي أطلع بعد ذلك على منطقة ثانية، اللي هي منطقة اللي هي المنطقة اللي هي شمال البحر الميت، منطقة أو منطقة الأغوار الشمالية. في منطقة الأغوار الشمالية هنالك مشروع مسح أثري حصل ما بين الفترة ما بين 2015 إلى 2018 تقريبا. خلال هذا المسح قامت في جامعة بازل بالتعاون مع الجامعة الأردنية،
وهذا من الاكتشافات اللي تمت مهمة في هذا المشروع، اللي هو العثور على أدوات صوانية أولاً للفترة المبكرة من العصر الحجري القديم الأدنى، وهذه من الأشياء النادرة. إضافة إلى ذلك إلى أنه عندنا كمان ظهر عندنا في موقع طبقة فحل، ظهر عندنا 3 أنواع من الثقافات اللي أيضا تصل إلى يعني 1,200,000، اللي هي اللور أشوليان، برضو هاي من الفترات القديمة جدا. وكذلك عندنا ظهرت عندنا الثقافة اليبرودية، والثقافة اليبرودية أصلا كانت مش معروف إنها موجودة بالأردن، ولكن تم العثور عليها أثناء هذا المسح. لذلك أنا الأشياء اللي حسيت إنها مهمة جدا حطيت عليها اللون الأصفر بشكل واضح للجميع. وكذلك من الأشياء اللي كمان مهمة اللي ظهرت في هذا المسح، اللي هو أيضا ظهرت عندنا ثقافة اسمها الثقافة الهملية، وأيضا الثقافة الهملية تواجدت أيضا في سوريا. اليبرودية والهملية هي من الثقافات اللي تواجدت في سوريا، بس بالأردن ما كان في أي مواقع بهذه أو تحمل مواصفات هذه الثقافة. طبعا إحنا لما بنحكي على الثقافات الموجودة في فترات العصور الحجرية أو العصور ما قبل التاريخ، خاصة للناس اللي مش متخصصين، إحنا بنحكي هون عن الأدوات الصوانية التي عثر عليها في هذه المواقع. الأدوات الصوانية هاي جهد كبير في سواء في عملية التصنيع أو التقنية، وضع جهد كبير في عملية في إحضار المواد الخام ليعمل بها، لأنه هي المادة الوحيدة اللي كانت متوفرة له في ذلك الوقت. فكان من أساسيات الحياة لديه أنه يقوم بتصنيع هذه الأدوات. هلأ في كل موقع من المواقع هنالك عنا يعني، أو كل فترة زمنية لها مواصفاتها الخاصة فيها. زي ما بنحكي مثلا لما بنحكي إحنا الفخار المعروف لناس كثير، مثلا بتحكي عن الفخار ما هذا فخار إسلامي أو هذا فخار بيزنطي أو هذا فخار يعني لأي فترة بتقدر تحكيها بالفخار، نفس الشيء بالصوان. فالصوان أيضا يحمل سمات الثقافات المختلفة اللي من خلالها بنعرف إنه المجموعات البشرية التي كانت موجودة في هاي المواقع أو كانت تعيش هنا أيضا كان لها مواصفات، يعني كانت لها طريقتها في التصنيع. فإحنا هون لو نحكي على الهماليان اللي هي تقع مثلا بالفترة ما بين 250,000 إلى حوالي 170,000 تقريبا، هذه الفترة اللي هي إحنا طريقة الصناعة اللي هم مستعملينها تقنية استخدمت، كانت موجود أيضا في نفس الفترة تقنية اللافلوائية، تقنية ثانية كان مستعملينها مجموعة أخرى من البشر موجودين على أرض الأردن. ففي عنا إحنا كثير من الثقافات اللي مرتبطة بأشكال أدوات الصوانية، وكل واحدة منها بتحكي قصة الناس اللي كانوا موجودين في هذه الفترة. كذلك أنا في المشاريع اللي حبيت أني بس أنوه عليها بشكل سريع تنويه، اللي هو إحنا في عنا مشروع مسح أثري قامت به دائرة الأثار العامة بالتعاون مع شركة إيكو كونسلت، قاموا بمسح لمنطقة اللجون للحصول قبل ما يقوموا بعمليات حفريات الصوف الصخري. فإحنا فالصوان اللي طلع من هناك أعطوني إياه عشان أقوم بتحليله. وكمان كنت أنا محظوظة أنه كان الدكتور جيفري كلارك موجود، فقمنا يعني الاثنين قمنا بتحليل هذه الأدوات اللي طلعت من هناك. فتبين عنا أنه المنطقة اللي هي منطقة اللجون يوجد فيها فترة عصر حجري قديم أدنى وعصر حجري قديم متوسط، وكذلك مرحلة العصر الحجري الوسيط. وهذه من الأشياء أنه المميز في لما عملنا التحليل والدراسة عملت لهم إياها، فتبين أنه عندنا أغلب هذه الأدوات أو الأشياء موجودة على المناطق المرتفعة من اللجون، من منطقة اللجون اللي هي diagnostic pieces أو الأدوات اللي إحنا بنحكي لها ذات السمات المميزة.
كذلك يعني كمان كنت أنا محظوظة كمان بزيارة للمسح إحدى مواسم المسح التي تمت في الجفر. وفي هذه في هذا المسح طبعا اللي هو يعني قام في زي ما انتم شايفين اللي هم الجروب الموجود اللي هو دكتور جاري وفيليب ويلك وليزلي كونتير وكمان احمد لاش. المهم في هذا المسح شفت كيف الادوات اللي طلعت معانا من هي الادوات الاشوليه، هاي ادوات نادره مش دائما بتلاقيها وين ما كان، هاي اللي هي عمرها 1.5 مليون سنه تقريبا او اكثر. فهاي من الادوات اللي احنا موجوده. ومن الملفت للنظر ايضا انه هذا المواقع مواقع العصر الحجر القديم الادنى هون هون بتدل على انه كانت موجود فيها مياه، وكان موجود فيها طبعا بحيره كبيره، وكذلك موجود ينابيع للمياه، والجيولوجيا مبين انه كان هنالك مياه بشكل كبير في المنطقه اثناء فترات البلايستوسين. ففتره البلايستوسين اصلا بشكل عام راح نشوف انها هي تتوفر فيها البحيرات أينما ذهبنا في مناطق الأردن. فعندنا البحيرات القديمة، كل ما أطلق عليه اسم حوض فهو أصلاً بحيرة قديمة كانت موجودة في الأردن، من ضمنها مثل حوض الجفر. فهلا في حوض الجفر اللي هي المنطقة هاي، وكمان من ملفت إنه في واحد من المواقع اللي هم تم العثور عليه فيه عثروا فيه عثروا فيه على أكثر من 900 رأس ذات الوجهين أو فأس ذات الوجهين. أغلبها يعتقدوا الباحثين اللي اشتغلوا إنها أغلبها عبارة عن سواطير، وهذه طبعا إحنا لما بنقرر إنها سواطير أو بنقرر شو إلى إيش تستخدم، هذا بتدلنا على النشاط الإنسان الذي كان يمارس في الموقع. فلما بنحكي سواطير معناته هم كانوا يستخدموها للقطع والذبح، وكانوا أكيد يقوموا بعمليات الصيد في ذلك الوقت. كذلك من المواقع المهمة اللي أيضا ظهرت للفترات اللي بعد ذلك العصور الحجرية القديمة اللي هو موقع عين صودا. موقع عين صودا في الأزرق أيضا من المواقع اللي عثر فيه على أدوات الفأس ذات الوجهين اللي هي تحت ما عندنا صورتها اللي هي مبوزة لشكلها لوزي، والساطور اللي هو موجود عندنا أو شكل السواطير اللي هي موجودة عندنا أيضا جنبها. فهلأ إحنا 90% من الأدوات اللي عثر عليها في الموقع هي عبارة عن سواطير، وترجع يعني تعود المرحلة تبعتها لفترة المتأخرة من العصر الحجري القديم الأدنى. البيئة التي كانت موجودة فيها في الدراسات التي ظهرت أيضا في موقع عين صودا اللي هو أنه ظهر عندنا حيوانات اللي هي برضو كانت تعرضت للانقراض فيما بعد، مثل الحمار الوحشي، مثل أيضا نوع من أنواع الفيلة القريبة من الماموث، أيضا تواجدت في المنطقة في ذلك، وأيضا الثيران اللي أيضا القديمة اللي كانت تتواجد في عصور البلايستوسين. فهي تواجدت حول بحيرة الأزرق، الحفريات كانت تتم أو التي أجريت حول البحيرة الحالية اللي موجودة في الموقع. فهذه اللي ظهر فيها. كذلك من المواقع العصر الحجر القديم المتوسط في الأردن ظهر في عنا موقع في الأزرق. بصراحة هي أعطاني وزودني فيها دكتور براين بيرد، بس ما أعطاني اسم للموقع، بس كتب إنه هو تم عمل أكيد في يعني في خطوط الطول والعرض مبينة عند موجودة يعني للموقع، ولكن هو الموقع هذا يعود لفترة العصر الحجري القديم المتوسط. واضح إذا بتطلعوا على الأدوات، الأدوات مشابهة للتي تعثر عليها أيضا في موقع عين صودا. ففيها عدد من الفؤوس ذات الوجهين والسواطير اللي هي كليفرز، سواطير الكليفرز. بعدين عندنا في موقع نرجع ننزل للجنوب عشان نشوف مواقع الميدل باليوليثيك، عفوا العصر الحجري القديم المتوسط. ايضا في عندنا من المواقع اللي موجوده لهي الفتره اللي هو موقع طور فرج. طور فرج من المواقع اللي كانت موجوده ضمن
عثر عليه ضمن مشروع الحسمة. وأيضا هذا الموقع اختلف عن المواقع الثانية تبعت الميدل باليوليثيك أو العصر الحجر القديم المتوسط بالأردن، بأنه هذيك كانت الصناعات أغلبها صناعات لافل وائية، هاي الصناعة عنده صناعة اسمها مستيرية، فهي صناعة مختلفة. يعتقد بأنه اللافل وائية أكثر كانت هي للنياندرتال، كان الإنسان نياندرتال، بينما الصناعة المستيرية أكثر للإنسان الحديث المودرن هيومن بينج. لذلك هون بيعتقد الباحث دونالد هنري أنه بيعتقد الباحث دونالد هنري أنه طبيعة التقسيم داخل الكهف كانت تشبه التقسيمات اللي ممكن يعملها الإنسان في الوقت الحاضر بالنسبة للحياة الاجتماعية ولطبيعة تقسيم العمل أو الأدوات اللي موجودة داخل الموقع. نيجي لمنطقة ثانية اللي هي منطقة وادي الحسا، رح نيجي لأنه عندنا مجموعة كبيرة من المواقع موجودة ضمن المحاضرة عن موقع وادي الحسا. موقع وادي الحسا من المواقع اللي كبيرة، أجري فيها عدة مسوحات أثرية، يعني من المسوحات الأولى كانت لبيرسون ماكدونالدز، وكذلك جيفري كلارك عملوا كمان مسوحات، ونانسي كوينون وديبرا أولشيفسكي عملوا كلهم مسوحات فيها. يعني بلغت أعداد المواقع الأثرية الموجودة في المنطقة أكثر من 1600 موقع. هذه اللي احنا شايفينه امامنا، هذا اللي هو تقريبا قاع البحيرات اللي كانت موجوده. يعني كان بالاول يعتقدوا انها بحيره واحده موجوده في وادي الحسا، ثم تبين بعد ذلك انها مجموعه من البحيرات، كانت مش بحيره واحده موجوده ضمن وادي الحسا. هذا من المواقع كمان اللي ما ذكر او ما نحكى عنه سابقا، بس لأنه إحنا عملنا فيه مسح والمسح، وهذا تبين إنه هو موقع منجم، لكأنه محل مكانه يجيبوا منه القطع الحجرية عشان يقوموا بتصنيعها وتحويلها إلى أدوات صوانية. المادة الموجودة هون هي مش صوان، على فكرة الحجر اللي موجود مش صوان، لكنه هو يعني ما زلت بدي أحلله أشوف شو الماتيريال تبعته، لأنه مختلفة جاي بين الصوان والحجر واللايمستون أو الحجر الجيري، فبس أصلب طبعا، فبده دراسة هذا الموقع إن شاء الله بندرسه بالمستقبل، بس حبيت أني أحكي عنه. من المواقع أيضا المهمة اللي أيضا تعود لفترة العصر الحجر القديم المتوسط، موقع دفلة. موقع عندفلة من المواقع اللي موجودة في عمل فيها دكتور جيفري كلارك، وبعدين كملها جيريكو الشغل فيها. هلأ الحفريات اللي أجراها دكتور جيفري كلارك قال أنها تعود لفترة العصر الحجر القديم المتوسط. الموقع لما اشتغل فيها جيريكو اكتشف أنه موجود كمان هنالك، غير أنها فيها فترة عصر حجر قديم متوسط، لكن أيضا يوجد فيها اللي هو نشل أرب أبر، اللي هي بدايات فترة العصر الحجر القديم الأعلى. يعني اللي واضح من هاي المواقع اللي هي ما يكون في عنا زي هيك، إنه لو بنحكي النشل أبر يعني ما أخذ مواصفات الفترة السابقة والفترة اللاحقة، يعني دائما ما في عنا قطع بالفترات الزمنية، دائما هنالك موجود عنا فترة بالنص اللي هي بتكون فيها ما أخذ مواصفة الفترتين، مما يدل على إنه الفترات الزمنية مش زي ما إحنا بنحطها مرات إنه بس قطع كأنه خط، لا هنالك في تغير بيحدث، وهذا التغير احنا بنسميه ترانزيشنال او تحول ما بين الفتره والفتره الاخرى، وبياخذ مواصفه الفترتين. فمن المواقع اللي فيها هذا الاشي موجود في عين دفلة، وكذلك موجود في هاي كمان بعين دفلة. وهذا موجود كمان بشكل كبير في موقع طور صدف. طور صدف ايضا من المواقع المهمه جدا التي عثر عليها في وادي الحسا.
هذا الموقع كل الطبقة الموجودة داخل الكهف. الكهف على فكرة هذا المنطقة اللي هون، الحفريات أجريت داخل الكهف وخارج الكهف هون بالمنطقتين هذول، وظهر عنا فيها في هذا الموقع اللي هو ترانزيشنال كان، أو الأدوات اللي طلع اللي ظهرت معنا وطلعت معنا كانت تأخذ مواصفة فترتين، فترة الميدل باليوليثيك العصر الحجر القديم المتوسط والأبر باليوليثيك مع بعض. اشتغل فيها، اشتغل عليها فوكس لرسالة الدكتوراه جاك فوكس. كمان من المواقع المهمة أيضا اللي هي عندنا ثعلب البحيرة، موقع ثعلب البحيرة من المواقع كمان اللي قليل من نلاقي إحنا مواقع أحمرية، اللي هي إحنا الأحمرية اللي هي الفترة الأحمرية. هلأ دخلنا إحنا على فترة جديدة، خلصنا فترة العصر الحجر القديم المتوسط، هلأ إحنا عم نحكي على فترة العصر الحجر القديم الأعلى. فترة العصر الحجر القديم الأعلى هذا اللي هي بيبدأ عندنا بيور، اللي هو خلاص ظهر فيها العصر الحجر القديم الأعلى، منها اللي هو موقع ثعلب البحيرة. ثعلب البحيرة الفترة المبكرة من العصر الحجر القديم الأعلى. عادة هاي المواقع قليلة مش موجودة، يعني نادر ما تلاقي موقع مبكر لفترة العصر الحجر القديم الأعلى. فهذا الموقع من المواقع المهمة. كذلك من المواقع اللي أيضا كمان إيرلي مبكرة كمان في الحسمة، كمان في طلع عنا اللي هو جبل كلخة. طبعا جبل كلخة على فكرة اللي هو طور فواز، بس تو جبل كلخة في عدة مواقع يعني بوادي الحسمة، فهذا طور فواز واحد من هذه المواقع. فيعني حتى جبل كلخة اللي هو الثقافة الكلخانية موجودة حتى بفترة الانتقالية فيما بعد، لكن هو عندنا طور الكلخة طور فواز هذا واحد منها. اشتهر هذا يعني طبعا هو يعيد المسح فيه مرة أو العمل فيه مرة ثانية، الانفستيجيشن مرة ثانية، وظهر فيه إنه اهتمام ب كتير في موجود كمية كبيرة من الشيلز الأصداف اللي جاية من البحر الأحمر ومن البحر الأبيض المتوسط أيضا. كذلك من المواقع اللي كتير كمان حلوة وظهرت فيها مجموعة من الأشياء اللي هي عندنا موقع الأنصاب في وادي صبرة. موقع الأنصاب هذا في المنطقة اللي هي قريبة من البتراء، لكنها بين الوديان، يعني جاي تقريبا بين البتراء والريشة بهاي الفترة بهاي المنطقة. هذا كمان مبكر للأحمرية الموقع. فطلع في كمان هاي من الراديو كربون اللي هو الجديد اللي طلع أو الحفريات الجديدة. يعني اللي ملفت في الموقع هو ظهور عدد كبير مثلا من المواقد اللي كانت موجودة، مما بيدل على أنه في عنا عدد من الناس كانت ساكنة في هذه، عدد منيح من الناس كانت ساكنة في الموقع، إضافة إلى أنه واضح أنه هنالك زي ما هي هون مشكل أنه عنا في مجموعة من الناس كانت تقوم بعملية التصنيع داخل الموقع، تصنيع الأدوات الصوانية في هذه المنطقة. وهذه بعض أشكال هذه الأدوات اللي ظهرت عنا الفترة المبكرة اللي هي الأحمرية المبكرة. من المواقع اللي بعد ذلك اللي هي موقع عنا المتأخرة من العصر الحجري القديم الأعلى، اللي هو عنا موقع عين البحيرة في وادي الحسا. عين البحيرة من المواقع اللي ظهر فيها ما أطلق عليه باسم الأشتادة بليدلس أو الشفرات الأشتادية. الشفرات الأشتادية هي شفرات دقيقة التصنيع دقيقة الصنع، وتعتقد نانسي كوين من الله يرحمها أنه كانت تستخدم في هذا الموقع من أجل، في ناس حكى أنها من أجل الصيد، بس هي على الأغلب ربما استخدمت من أجل التقطيع أو السلخ، لأنها عبارة عن شفرات صغيرة جدا مشذبة من الجهتين.
كذلك من المواقع اللي موجودة هنا في من ضمن هاي المادة اللي هو هذا العرض اللي هو عندنا المدمغ، موقع المدمغ. موقع المدمغ يقع في أحد وديان المحيطة في البتراء، بين البيضة والبتراء، وين البتراء الحالية يعني البتراء مدينة البتراء النبطية. فهناك في الوديان اللي هو جاي حتى تحت يعني بالمنطقة الجس الواقعة بين البيضة والبتراء. هلا هذا الموقع تم العمل فيه أول مرة من قبل ديانا كيركبراد بال57، ثم بعد ذلك تجدد العمل فيه أو جدد العمل جدد فيه دانيال شولة، اشتغل فيه في عام 1983، وبعدين بدينا في 2011 اشتغلنا أنا ودبرا أولتشيفسكي في، ثم كمل بعدينا يعني بعد ما خلصنا الموسم رد إجا بعدينا دانيال وكمل، لأنه دانيال اشتغل على فترة العصر الحجر القديم الأعلى، إحنا اشتغلنا على فترة العصر الحجري المتوسط أو المرحلة الانتقالية الإبيباليوليثيك. فالموقع موجود فيه فترتين مش فترة واحدة. في هذا الموقع بتظهر طبعاً عنا اللي هي الفترات اللي ظهر فيه طبعاً عنا كتير من الأدوات اللي الشفرات اللي بنحكي لها شفرات الباكت اللي هي الشفرات المظهرة بالعربي اللي هي عليها باكينج هذه. فهي لها أشكال كثيرة وأشكال مختلفة، وهي تعتبر ماركرز أو علامات أساسية للفترة اللي بتحدد الفرق بين العصر الحجري القديم الأعلى والمرحلة الانتقالية فيما بعد، اللي هي لما نحكي المرحلة الانتقالية هي المرحلة التي تقع ما بين العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث. ففي ناس بيعتبر إنه هذه صناعة هاي الأدوات كانت فاصلة ما بين الفترتين. أنا من الناس اللي بعتقد لأنه الفترة النهائية والفترة المتأخرة منها، الفترة المبكرة من العصر الحجري المرحلة الانتقالية ونهاية العصر الحجري القديم الأعلى يجب أن تدمج مع بعض، لأنه هذه الشفرات بالذات اللي هي المايكروليس اسمها ظهرت في هذه الفترات، من يعني بدأت ظهورها من نهاية العصر الحجري القديم الأعلى ولم تظهر فقط من بداية المرحلة الانتقالية. في نقاش كتير حول هذا الموضوع، لكن هاي من الأدوات الأساسية اللي بتم الإنسان صنعها، وهي دقيقة الصنع بتدل على دقة عالية وأنه الإنسان كان يعرف كيف يقوم بتصنيع هذه الأدوات بشكل كبير. طبعاً إحنا كل الفترات اللي عملنا لما نحكي عنها هاي فترات اللي هي إحنا اللي هم الناس اللي كانت تقوم بالجمع والالتقاط والصيد والالتقاط، فهي كانت مجموعات إنسانية وبشرية كانت لا يعني لم تكن تتنقل بشكل عشوائي. هاي المجموعات كانت لديها استراتيجيات في التنقل، كانت تدرس أين تذهب وكيف تذهب، وكانوا عندهم قدرة أو معرفة تامة بالبيئة المحيطة فيهم، لذلك كانوا يعرفوا مواسم الأشياء ومتى ينتقلوا من مكان إلى آخر وكيف وأي مجموعة والعدد، كله كان محسوب. يعني الناس هاي لم تكن تعيش بشكل عشوائي كما يعتقد كثير من الناس. بنيجي للفترة المبكرة من المرحلة الانتقالية أو الفترة المبكرة من العصر الحجري الوسيط. هاي الفترة اللي هي زي ما المدمغ واحد منها، يعني طبقة المدمغ واحدة منها، ونستكمل برضو بمواقع الحسا. مواقع الحسا اللي هم عندنا مجموعة من المواقع، اللي عندنا أول موقع بدي أحكي عنه اللي هو طور صغير. طور صغير من المواقع المهمة جدا، لأنه في اللي هي عملية الترانزيشن التحول من فترة إلى فترة، يعني في بالفترة في عند في الطبقة تبعته موجود عندنا اللي هي مواصفات التحول، اللي هي إنه هم
الأدوات اللي موجودة موجود فيها مواصفات الفترتين السابقة واللاحقة بنفس الوقت. هذا الحكي بدلك على أنه الإنسان في هاي الفترة ما كان يعني أنه مش بالضرورة تكون مجموعات بشرية أخرى قاعدة بتيجي على المناطق هاي، أنه لا، أنه الناس كانت تطور صناعتها، لذلك كانت تأخذ مواصفات الفترتين، الفترة السابقة ثم الفترة اللاحقة، تأخذ من الجهتين وتدريجيا تتطور أشكال الأدوات معها. فهاي اللي هون بتوضح لنا طبيعة منطقة وادي الحسا اللي هي مبين هنا عن بحيرة وادي الحسا أو جزء من بحيرة وادي الحسا في المنطقة. كذلك من المواقع اللي مهمة أيضا اللي هو عندنا موقع الكرك بلاتو كرك 75، هذا كمان من المواقع اللي ظهر فيه عدة ثقافات للفترة المبكرة. هاي الفترة فيها أشكال الأدوات اللي موجودة فيها تحمل أسماء مختلفة، وكل اسم يعني ثقافة مختلفة، فظهر فيها الثقافة الكلخانية والثقافة يعني أسماء ثقافات مختلفة بيعرفوها المتخصصين، بس أنا لأني بحكي بمحاضرة عامة فهي نوع من أنواع الشفرات المشذبة، وهاي الشفرات كانت تستخدم في صناعة في عمليات في ناس بيحكوا بعملية الصيد وعملية الذبح والسلخ أيضا. هاي من الحفرية نفسها. في كمان من المواقع اللي موجود عندنا مطل الحسا، مطل الحسا أو هو يتل الحسا، الاسم المتداول بين الناس يتل الحسا، اللي هو الموقع هذا طلع فيه ثلاث فترات زمنية، عصر حجري قديم أعلى، والمرحلة الانتقالية للعصر الحجري الوسيط اللي هو الإبيباليوليثيك، وطلع في نهاية الإبيباليوليثيك المرحلة أو الثقافة الناطوفية. وهذا يعني من موجود عندنا في الحفريات التي أجريت في الموقع. ففي ثلاث فترات زمنية مهمة في هذا الموقع، وهو يقع مباشرة على بحيرة وادي الحسا. كذلك من المواقع اللي أيضا بوادي الحسا وبطل على الحسا اللي هو عنا طور الطريق، موقع طور الطريق. موقع طور الطريق فيه فترتين أساسيات، المرحلة المبكرة من الإبيباليوليثيك والمرحلة المتوسطة من الإبيباليوليثيك، اللي هي الإبيباليوليثيك اللي هي نفس العصر الحجري الوسيط. فهاي المرحلة اللي هي عنا في منها الفترة المبكرة والفترة المتأخرة. طبعا اختلفت الأدوات في الفترة الأولى، أنه أصبحت اللي هي في بيطلق عليه اسم الكبارية والكبارية الهندسية، لأنه الأشكال اللي أصبحت بالفترة العصر الحجري القديم المتوسط أصبحت الأشكال تأخذ أشكالا هندسية. هذول هلا بنيجي لمواقع الأزرق. مواقع الأزرق أيضا عددها كبير، بس أنا اللي ما أخذيته هون إنه عمالنا ننتقل بالفترات الزمنية، مش بس إنه كل يعني مش كل المواقع اللي موجودة بالأردن، موجودة كثيرة جدا، لكن أنا كنت عم بختار المواقع حسب الفترات الزمنية. فنستكمل من فترة من هاي الفترة المبكر كمان موجود فيها، اللي هي عنا الشفرات ذات اللي كنا نحكي عنها، الشفرات اللي هي عنا هاي الشفرات اللي بالصورة باللون الأزرق، هي بتبين الشفرات اللي كانوا يستخدموها. من المواقع المهمة لهاي الفترة أيضا اللي هو جيلات 6 والعوين 18، هاي من الفترات المبكر للإبيباليوليثيك. كذلك أن الفترة اللي عندنا مهمة جدا اللي هو أو الموقع مهم جدا اللي هو موقع الخرانة 4. خرانة 4 تم العمل فيه فترة طويلة جدا عبر فترات زمنية، وأكثر من حد اشتغل في هذا الموقع. اشتغل فيه الدكتور مجاهد المحيسن الله يرحمه أول ما اشتغل، وبعد ذلك في الثمانينات، ثم بعد ذلك أجت ليزا ماهر وزملائها وبدأوا العمل في الموقع في هذه الفترة. هلأ هذا الموقع أنا يعني هو طبعا زي ما حكينا اللي هو فترة مبكرة من الإبيباليوليثيك ومواصفات الأشياء والأدوات الموجودة فيه، لكن الملفت في النظر فيه الستركتشر اللي الموقع open air site، موقع مفتوح، وظهر فيه عنا نوع من أنواع العمارة في هذا الموقع. كذلك الملفت أيضا في هذه الفترة أو في هذا الموقع إلى حد كبير اللي هو أو أهم شيء اللي هو أنه ظهر فيه دفن
دفن يعود عمره إلى 19200 سنة قبل الميلاد، وهو ثاني أقدم دفن في الأردن. هلأ أقدم دفن في الأردن هلأ بنشوفه بموقع اللي بعده، بس الفرق بينهم بس 200 سنة تقريبا، مش كثير الفرق بين هذا الدفن والدفن الثاني، فهو يعتبر أيضا من أقدم الدفن عثر عليه في الأردن. فهي واحدة. الدفن الثاني اللي هو في عين القصية، عثر عليه هذا الدفن اللي هو هذا الأقدم دفن في الأردن، الأول أول أقدم دفن في الأردن أو أقدمها حاليا لحد الآن، يعني يقع ما بين حوالي يعني 19 20 ألف إلى حوالي 19 ألف قبل الميلاد من الآن. عفوا، الملفت في، خليني أحكي شوي عليه. الملفت بالنظر بالنسبة لهذا الموقع أنه طريقة الدفن كانت غريبة، أنه المدفون هون واضح أنه تم تقييده أو ربما لفه ووضعه بهاي الطريقة اللي هو بعد ذلك ظهر لنا بهذا الشكل. كذلك البيئة اللي كانت موجودة في الأزرق في ذلك الوقت اللي هي توفر كانت الحيوانات اللي هي المحيطة دائما للتعيش بالقرب من المياه والبحيرات، مثل الغزلان، مثل الأرانب، مثل الحيوانات المختلفة اللي موجودة أمامكم. كذلك من المواقع اللي أساسية أو مهمة أيضا اللي هو موقع عيون الحمام. موقع عيون الحمام هذا عبارة عن موقع رئيسي عثر عليه يعود لفترة العصر الحجري، عفوا المرحلة المتوسطة من الإبيباليوليثيك. المهم بهذا الموقع أو أكثر إشي مهم بهذا الموقع اللي هو ظهور أقدم مقبرة منظمة في العالم في هذا الموقع. فهي اللي هي المقبرة اللي هي موجودة في هذا الموقع. وكمان اللي ملفت من النظر بهذا الموقع اللي هو ظهور عنا الفوكس أو الثعلب مدفون مع بهذه المقبرة، مما يدل على أنه تم استئناسه، استئناس يعني واضح أنه الإنسان في هذه الفترة قام باستئناس هذا الحيوان ودفنه معه. يعني فالباحثين بهذه الجماهير تعتقد أنه تم استئناس الثعلب قبل أن يتم استئناس الكلب فيما بعد. دكتورة ميسون، عفوا للمقاطعة، عندنا عدة دقائق فضلوا، عندنا كم أسئلة، فـ it would be great إنه إذا نصل للconclusions. شكرا. طيب خليني معناته أمشي سريع كثير في بالمواقع، لأنه هذه فترة العصر الحجري القديم أو المرحلة النطوفية لموقع الحمة 27، هذا الطبقة في وادي الحسا، وهذا الأزرق 18، وعندنا شبيكة والظهرة، هذول فترة عصر الحجري القديم أعلى، عفوا عصر الحجري حديث مبكر، وهي عصر حجري حديث مبكر وعصر حجري حديث يعني الفترة بها. بعدين تيجي عندنا البيضة، وهاي عندنا موقع شكارة مسعيد بالقرب من البيضة بالبترة، من المواقع اللي العمارة الدائرية فيها تميز بالعمارة الدائرية والدفن اللي موجود فيها. وهذا عندنا موقع البسطة، طبعا من أهم المواقع الموجودة كمان في بالأردن، وكذلك موقع البعجة، دول عصر حجري حديث. هاي الفترات اللي هي استقر فيها الإنسان وبدأ بسكنة القرى الزراعية الثابتة، خلاص بطل يتنقل من مكان إلى آخر. هي الفترة اللي كانت انتقالية، فترة نطوفية كانت بالنسبة له سمي، لسه مش مستقر 100%، لكن فترة العصر الحجري الحديث هو استقر بشكل كامل وبدأ ببناء القرى الزراعية الثابتة. طبيعة المباني طبعا أغلبها مربعة مستطيلة متلاصقة، فظهر عندنا مواقع مهمة منها كمان هذا أبو نخيلة، موقع أبو نخيلة، وهذا مواقع أخرى. وكذلك من المعروف هو موقع عين غزال
من المواقع الأساسية أيضا لهذه الفترة، وهو عين غزال لكثير ناس مش عارفين بالضبط شو الأقدم بالنسبة للتماثيل هاي. التماثيل هاي أقدم تماثيل في العالم مصنوعة من الجبس، فعشان هيك حطيت تحتها خط في عين غزال. الموقع الأخير اللي هو موقع تل أبو الصوان، هذا الموقع اللي إحنا نشتغل فيه جامعة الأردنية في جرش، تاريخه نفس تاريخ عين غزال. اللي ملفت في هذا الموقع إنه الموقع الوحيد لحد الآن في يستخدم العمارة اللي هي الجريل بيلدينج، اللي هو مشابهة لمواقع الأناضول. فهاي الصورة بتوضح اللي هي أنا مشابهة لمواقع الأناضول. وهي اللي طلع عنا في مجموعة كبيرة من الهياكل، من هيكل عظمي كامل ومجموعة من السكالز اللي تمثل طرق الدفن اللي كان يستخدمها الإنسان في تلك في هذه الفترة، واللي عليها في عنا تنتين منهم عليها بلاستر مع أنه مكسر بس موجود عليها كعين بلاستر ورايح. هاي أدوات الموقع والطلبة. Thank you to all. فهذا شكر لكل من شارك وساهم، لأنه في زملاء كثير ساهموا بأنهم أعطوني صور ومقالات لي عشان هذه المحاضرة. بس هي بصراحة المحاضرة كثير فيها معلومات وصعب أني أجمع كل المعلومات مرة واحدة وأحكي عنها بشكل أكبر من هيك، فبعتذر إذا قصرت. لكن إن شاء الله في محاضرات أخرى بنقصر المدة. أنا ما كنتش متوقع أحط كل هاي المواقع، بس في زملائي حبوا أنه أساهم بأني أحط مواقعهم كمان، فشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتورة ميسون، محاضرة رائعة وقيمة جدا، مواقع amazing بالأردن. عندنا بعض أسئلة يمكن الإجابة عليها. يمكن إذا تقدرين توقفين السكرين شيرينج إذا أمكن. وقفه مش عارفة. Stop sharing في option لفوق. شايف بيته. Okay. نقدر نأخذ بعض الأسئلة إذا يعني متحضرة. So في سؤال من شخصين actually نفس السؤال تقريبا، بيقول ما هي بعض الطرق الرئيسية التي يتم بواسطتها تأريخ هذه المواقع القديمة، خاصة تلك التي تعود إلى 2.5 مليون سنة؟ So عن طرق dating methods، يعني طرق التأريخ. هلا في عدة طرق تم استخدامها، في استخدموا الـ OSL، استخدموا عن طريق العظام اللي وجدت أيضا، في استخدموا مجموعة من مش طريقة واحدة. اللي عطينا لها تاريخ دقيق هاي ماخذة يعني معمول لها تاريخ دقيق باللاب بالمختبر. اللي كنت أكتب بس مثلا اسم الفترة بيكون تاريخ ريلاتيف أو اللي هو قلت نسبي. في كمان بعدين بيقدروا يرجعوا، معلش، في اي حدا يعني بيقدر كل واحد، لانه كل موقع تم تاريخه بطريقه مختلفه، فكل واحد بيقدر يرجع لللينك تبع الموقع ويشوف كيف تأرخوا، فلاني بقدرش احكي عن كل المواقع شو تأرخت كيف. شكرا دكتورة. في سؤال ثاني بيقول لماذا لم يتم العثور على رسومات أو أعمال فنية مرتبطة بوجود هذه التجمعات، علما بأنهم كانوا مستقرين في المنطقة؟ سؤال على الفنون أو أعمال فنية أو رسومات من هذه التجمعات، هل تم العثور على أي شيء من هذا القبيل؟ هلا في مناطق فيها في اشياء، يعني في مواقع فيها، بس احنا ما قدرش احط كل شيء على الموقع. انا يعني اخترت مجموعه اشياء بس على الموقع، بس في مواقع كان كتير فيها اعمال فنيه طبعا. بس انا حبيت حاولت احكي اشياء اكثر عن الكلتشر، عن الثقافه، ايش الاشياء الموجوده بحياتهم اليوميه.
يعني، بس في مواقع موجود فيها أشياء. أوكي، يمكن بس سؤال كمان ولازم ننهي لأنه إحنا على الوقت تماماً. السؤال بيقول هل تم إعادة استخدام أو استيطان هذه المواقع القديمة في فترات لاحقة، مثلاً فترة الهولوسين، أو أن المناخ تغير بشكل كبير ولم يتم استيطان هذه المواقع في فترات لاحقة، يعني خاصة المواقع القديمة؟ حسب، هلا في مواقع يعني أكيد تم استيطانها بعد ذلك، بس بشكل عام ملاحظ مثلا العصر الحجري الحديث اللي هي فترة الهولوسين إنه المواقع ما استوطنت بعد ذلك، يعني ما بتلاقيش طبقة فوقيهم، يعني بتلاقي الطبقة اللي على الوجه هي طبقة العصر الحجري الحديث مثلا. بس هذا لا يعني إنه مش موجود مواقع ممكن تكون تحت الفترة، تحت مباني حاليا موجودة يعني حتى، فما من الواحد ما بيقدر يجزم فيها، بس في كل موقع له مواصفاته. بس أنا لحد علمي إن مواقع النيوليثيك ما في، وحتى في مواقع الباليو كمان مش كتير، يعني ممكن يعاد سكنها بنفس الفترات، يعني بفترة الباليوليثيك بيريود سكن الموقع مثلا فترة أبر باليوليثيك وبعدين إيبي باليوليثيك، أو ميدل باليوليثيك أبر باليوليثيك إيبي باليوليثيك نفس الموقع، بس حاليا لا، مثلا لأنه تغيرت البيئة، تحولت إلى صحراء. أول كانت متوفر فيها المياه والحيوانات والنباتات وكل إشي، فلذلك كانت تعاد سكنها أكثر من مرة. حاليا أعتقد هي المناطق الصحراوية حاليا هي المناطق الباليو عندنا للأسف. أوكي دكتورة، شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة وشكرا على الإجابة على الأسئلة. في عندنا كثير أسئلة موجودة، بس أعتقد جاكي يمكن تقدر تبعثها لي بعدين لحضرتك يمكن الإجابة عليها، وأكيد المحاضرة راح تكون أونلاين ويمكنكم مشاهدتها لاحقا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا. انا وبعتذر عن السرعه لانه ما قدرتش، يعني حاولت اني احط اكبر قدر ممكن من الناس تشوف كيف شكل المواقع اقلها، يعني حتى لو ما اعطيناش كثير معلومات، بس المحاضره بس يحطوها اونلاين موجود عليها معلومات على كل سلايد. فشكرا لكم جميعا، وشكرا للمركز الامريكي مره ثانيه على دعوتي وعلى هذا اللقاء، وشكرا لكل من حضر هذا اللقاء. شكرا كثير يا ليلى، شكرا لك. اهلا، يا هلا، مع السلامه. مع السلامه.